بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر. الرحلة الكناكرية. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد خطر بي خاطر في السياحة، فخرجت من مدينة كولخ آخر ليلة من ذي الحجة، وأتيت دكارة وركبت الطيارة إلى كناكري تلك الليلة 1366 هجرية. وقد صرت رحلتي في منظومة سميتها نفحات الملك الغني في السياحة في أرض باماكو وجين، وهي 1946. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن في ذكره قل سيروا بالأرض من سرى له البشير. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي من هدى. قد جاء ابن في السياحة فها أني أسير أكتفي ذوي النهى. رافقني من كولخ الأمين فهو أمين الله لا أمين. ومن دكار حين قرت جاء خير الورى وباطني أضاء. أجيب دعوتي لدى كناكري كما حماني الله أم مناكري. آنسني ربي لدى كندية أو دعا سره الأمين إندية. بيا لطيف قد دعوت راحلا منها ومن مام له مصائلا. بفوت جل قد تجلى جلى وعظ مولانا وشكي جلى. بدال با قد تم منه البسط لعبده وما رآها قط. بتنك قد شفيت من أسقامي ببركات سيد الأنام. قصاق للمريد من يريد نفع لدينه ومن يصود. أخذ أني الأمير عمر بجمعه كذا رجال أخر. سلم للأولاد أجمعين أبقاهم المولى مسودين. أدام ربي عزهم وزاد وأتحف الأمير ما أراد. وتم وقد صليت في مسجدهم واجتمعوا لي لدى مرشدهم. بداب لا حرمت طعم المأكل وقد حرمت النوم عند منزلي. وقلت يا رحيم يا كريم يا بر يا لطيف يا عليم. ترجعني إلى مدينة سالمة مركز سر الختم ثم غانمة. وتجبر الكسر بها فإنها قد فقدت أمي بدور عندها. ربي يا ربي فلا تضرها خاوية وتكثرن خيرها. سبلهم الأرضاق يأمرون جامعهم والله يعبدون. عالمه يدرس العلوم في كل ساعة يري الفهوم. والعابدون يلزمون الذكر لجوئه ربي يسوق الميرة. بهذه الأبيات التي تمنطقت بها الرحلة الكناكرية واشتد بها حجوم النفحات الملكية الغنية، يطأ الشيخ رضي الله عنه رحلته السياحية التي خطر بها الخاطر وصدر بها الإذن ليحلق بقلبه الكبير الواسع الذي وسع ما لم تسعه أرضه وسماؤه. ليظل بمظلة الحب والحنان والأمن والأمان والرحمة والغفران والروح والريحان. مدينة الفيضة وساحة المعرفة ومرجع الشريعة والطريقة والحقيقة ونبراس الحكمة ومربط القلوب الحية في الله ومراد الذاكرين وملجأ الواصلين ومدرسة العارفين وروضة المسلمين المسالمين. مدينة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه التي لجأ إليها من هجرته إلى الله. من هجرته إلى الله ومد ذراعيها الحنونتين لتطوق كل ما هو منه وإليه. مدينته التي استقبلت أعظم حدث بعد البعثة النبوية فشهدته الشمس على أرض الله.
إن الفائدة التجانية التي لم تجد بحكم جديد وإنما جاءت بفهم جديد أوتيه رجل مسلم وهو ما جسدت به ثالث مقامات الدين الذي فسره المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المدينة التي افتقدت بعد سفر الشيخ رضي الله عنه خلال رحلته السياحية المباركة بدورا وأئمة وعلاما لبون داء الله مطمئنين راضين مرضيين تاركين أثرا من العبودية الحقة والتوحيد الخالص والخدمة المستميتة والوفاء لله وللوسائل إليه لا تعفيه السوافي ولا تحيط به القوافي يأمهم في حفظ الله وأمانه حبيب الشيخ وصهره ومقدمه سيدي مع عبد النعم قدس الله روحه خير مريد لي وخير صاحبي وخير سيرما وخير طالبي. فكان لابد من لبتة رحمانية ورحيمية من الشيخ رضي الله عنه تخترق المسافات الشاسعة وتمزق كرميتي النافذة من حواجز الأدغال الإفريقية لتمدر على أرض الحضرة ومنطلق الفائدة من شعابيب العقد والحنان ما ينسي المصابين لذعة الفراق ويؤود للمجهودين ألذ وأحلام ذاك. لم تعرف عناية الشيخ رضي الله عنه بمدينته المؤمنة الآمنة الأمينة هوادة منذ أن هاجر إليها هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مدينته العظيمة. ذلك أن وسائل الأمور العظام لا بد أن تكون عظيمة، ودعوات وتبتلات وابتحالات وتضرعات الرجال العظام الذين سبقهم الله بعبوديته ومن أحسن من الله صبغة لا بد أن تكون مستجابة. ففي إهداء ختمات رمضان في مدينة الشيخ رضي الله عنه بعد صوم 26 يوما وقيام 26 ليلة وصلاة التراويح على مصامع وحضور عشرات الآلاف من أولياء الله وأحبابه وعباده المنتمين إليه، دعا الشيخ رضي الله عنه دعاء الختم وصب من لباب هذا الدعاء على مدينته الحبيبة العظيمة ما جعلها يتيمة إكد الاهتمام عند صاحب الفيضة العبد والخليفة المطلق. ومنذ ما قال ذلك إلى ما بعد الحين شوهد في هذه المدينة من الازدهار ومنذ ما قبل ذلك إلى ما بعد الحين شوهد في هذه المدينة من الازدهار والأمن والاستقرار وسعة العيش وصدق الوجهة وحسن العبادة ورفاهية الحال ورغد اللقمة والجرعة والإقبال على الله والإعراض بالكلية عن سفاسف الدنيا والحفظ التام من هلك الماديين مع تطاير الدراهم والدنانير بين دفتي السماء والأرض وبين اليمين والشمال وبين الجيوب الفاجرة والبطون الزائرة والاعتصام بالله عن ظلم وغطرسة القرن العشرين الذي لم يقرأ الحق والعدل والإنسانية في مدارسه الابتدائية وتعجل عنها في إعدادياته وثانوياته ولم يجدها مبرمجة في حصص جامعاته ومعاهده. وإليكم هذا الدعاء: لبيك اللهم لبيك والخير كله في يديك، الله 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 ربي لا شريك لك، اللهم يا الله يا رحمن أسألك بوحدانيتك ورحمانيتك وقدرتك وحولك وقوتك متوسلا بك وبرسولك ونبيك ووليك وبحق هذا الشهر الكريم وحق ما بعده من الشهر العظيم وبحق هذه الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم
أن تصلح شؤوننا ما ظهر منها وما بطن وما غاب وما حضر وما دق منها وما جل وتنصرنا نصرا عظيما وتؤيدنا بتأييدك وتؤمر لنا مدينتنا بالجماعة السنية والعلماء والأولياء والصلحاء والعارفين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتحفظها بعينك التي لا تنام وتكنفها بكنفك الذي لا يرام وسلك بنا الصراط المستقيم ونجنا من الرؤساء الضالين المضلين وجنودهم وأشيائهم وأخرجنا من حزب أهل الأهواء وعافنا مما ابتليتهم به وعافنا مما ابتليتهم به وجعلنا للمتقين إماما وقيم هذه البقعة لنا وطيبنا لها وبارك لنا في مدها وصاعها وبارك لنا في سمائها وأرضها وأمرها بك بحق البيت المعمور وبحق أم القرى وبحق طيبة المصطفى وبحق الشام التي هي الأرض المباركة وبحق فاس الختم التجاني إلا ما أمرت لنا هذه البقعة واجعلها حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء وارزقنا فيها راحة القلوب والأبدان والعافية الدائمة والشكر على العافية والسلامة من كل بلية وبلاء في الدين والدنيا والآخرة رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات واجعل فيه سر مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا وهاب يا قريب يا مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولست أخجل ولا أستحي بعد هذا الدعاء أن أسأل أسماء الدنيا وأبصار الزمن وأقول المنيبين المخبتين المتبصرين المنصفين وهم يزورون مدينة الشيخ رضي الله عنه الفينة بعد الفينة ويقيمون فيها ضيوفا على الرحمن محلقين ومقصرين على مائدة الرحمة الربانية بمرعى ومسمع ورعاية وكلاعة من صاحب الفائدة المطلق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق عبودته وسيادته هل شاهدوا شاظة أو لمسوا فاظة أو أحسوا خطرة عابرة ولو حسوا طير غاب فيها القدر الإلهي أو أضبت فيها القوة الربانية الخارقة عن استجابة ذرة فما فوقها من دعاء الشيخ رضي الله عنه لمدينته وبيت ربه وأولياء حضرته وأحباب طلعته والمتقفلين على مائدة فيضته وقد إشنا ولله الأمر من قبل ومن بعد قرابة أربعة عقود من الزمن بعد غياب صاحب الدعاء صورة وحضوره حقيقة فهل تغير مدينة الشيخ أم مدينة الشيخ وهل تبدل الجامع غير الجامع وهل مسخت أخلاق الشيوخ والكمال والشباب الصالح في مدينة الشيخ أما كانت عليه أيام يجلس رضي الله عنه على كرسيه وتتسابق إليه شوارد العلوم والمعارف والفهوم تسابق الأرزاق والعجل إلى مصاف النساء والرجال وتحشر حوله الأفئدة الواعية والآذان الصاغية وتتسلط عليه أبواب الأبصار والبصائر وتزل وتخر أمامه الأذقان هيبة وإجلالا كلا أبدا كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان وما كان لله دام واتصال ومدينة ذوي البصائر كانت لله من كادها فليس ضاب بائري جر ذيولها على الحواضر لأنها مظهر فيض الخاتم فيها رجال ذوقهم كالحاتم سرى لها سر مدينة النبي خبرها تنفيذ لا تريب ولا يحق لي في هذا الصدد أن أتعجل حتى أضيف مضافا إليه في الإشادة بمدينة الشيخ رضي الله عنه ضمنه سيدي محمد عبد الله ولد السيد ديوانه السيل الدفاق من شمائل أبي إسحاق وذلك من قصيدة يقول فيها مدينة سر الختم إطرك نافح وسرك محفوظ ونورك لائح
وإن دك من حب الأمين تفجرت عيون صفائم لم يلجهن صارح وقوى عرض الياه فيك وقربه وأسراره بل سرها والمرابح وفيك شهود المصطفى عين عينه ولكن ملع ما عن الحق ناضح وما ذاك إلا أن سر بطونه ومعناه لم يشحبه قبلك مادح فأنت له دار ودرس لناجه ينير فتى الترحات الصحاصح أحبك جهدي ما وجدت وما رست بقاليك أهداف الأما والفضائح وما رست العليا لديك وما جلد دجى الحجب حين من لدنك المصابح وما ذكر المولى بقلب وقالب لديك وأما من لديك المنائح وما مدح المختار فيك حقيقة وما هب منه في كواكي الفوائح فإنك مع الشيخ والشيخ كله رشاد وخير كله ومصالح معانده لا شك قاب وخائب وناصره لا شك راب ورابح إلى آخرها ولنعد بعد هذا الاستدراج إلى مواصلة الرحلة وساني قال قومها أتوني وأخذوا الطريق إذ رأوني وقع لي بطن بعيد القبض وكل في لخالقي بي مرضي وصرت نهوى كرسا وبت وكل في لخالق وصرت نهوى كرسا وبت بها وصر الكل حين جيت قالوا كلاما بلغونيه فما أحسن ما قال رجال ثم وعبتهم ولم أقصر وأراه لي وله النفع يزيل الكدرة دعوت ربي أن يؤم هدي كل الورى ويحمدون سعي أسأله بذاته الألية وبصفات ذاته البهية يقضي حوائجي ويولين المدد ويسلك العالم بنجا الرشد يحيي بي السنة بالعلم فتي أما تح الجهل ويولين التي ساقني اللطيف نهو كنكن والرب أعطاني مقام كنكن والقصد إحياء سنة الأمين أهي طريق القوم للقرون بها وجدت خبرا أن أهلي وضمنه عافية للكل سوى خليفتي ما عبد في مرض أذهب ربي اللطيف ذا المرض خير مريد لي وخير صاحبي وخير سير وخير طالبي إن كنت قد أخذته فارحمه وفر له يا ربي ولتكرمه وعلم أولاده العلوم وحدهم وارزقهم الفهوم وأعطهم سر الإمام الخاتم وأمر النجل أجل وخادم وبنته الزهراء حليلتي ترى قرة عين في البنين وأرى رأيت في المنام حبي ينتقل للبرزخ الأعلى والسر ما نقل فلتجمع عن شملي بهم في أرغد عيش وفرعي للعلوم يهتدي فلتجمع عن شملي بهم في أرغدي عيش وفرعي للعلوم يهتدي وهار من ربي جلال صدعه داركني ربي وخرقي رطعه لطيف يا لطيف يا لطيف سكن لي الصدمة لا أحيف رحلت نعوى سقر السوداء ثم إلى بموك بالمساء لم أدري هل لفظتها لفظ سقر سبحان من جعل في الأسماء العبر خرجت من كنكن وقلبي منقضب يبسطني ربي وإن شاء قضب ليلة عاشوراء قد قضيت ببامك وعندها قد بت والقبض عاد لي هناك أيضا يا ربي يا رحمن زدنا فيضا ناجيته بذكره الحكيم وباسمه اللطيف والكريم حقق رجائي وأنني سولي بالمصطفى بأحمد الرسول أردت عند الرحيل راجعة عاتبني ربي فصرت خاضعة دار بي المولى وما دريت مراده وإنني رضيت رهت إلى كنكن منها أخرى دخلتها وفي فؤادي بشرى سبحان من يقلب القلوب كما يشاء من درى البيوب خرجت من حب بساد ومئي حفيد سامر الإمام الألمعي سلمه لي أبوه من غضاه جيش النصارى ولربه الجذاه
مايك ذا محمد الكبير وصنب قاسم الفتى الشهير جزاهما الإله خيرا خدما هذا الحقير ما استحق الخدمة وساري يا صليت في مسجدهم ما عرفوا ممدنا من جهلهم لكنهم عروا إلى الجلي مدده من بحر ذا الولي ببذغري ما قد مررت صاهبا ببذغري ما قد مررت ذاهبا وآئبا كمثل نهر جولبا ناديته ثم بالاسم العظيم تقربا هدية وقدحمي وقيس صدري ثم بالأذكار لله وقد مليء بالأنوار وبالحقائق وبالمعارف وسر سر سر والعوارف حملت سر خاتم الولاية جمعت بين الذوق والدراية أنشدني لسان حال الجاري تحدثا بنفحات الباري امتلأ الحوض وقال قطني مهل الرويدا قد ملأت بطني قد خصني بالعلم والتصويب إن قلت كن يكن بلا تصويب قد خصني بالعلم والتصويب إن قلت كن يكن بلا تصويب لكنني اتخذته وكيلا تعذبا فاختارني خليلا وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد سواء الكبار والصغار قد قرب الحبيب والمزار سواء الذكران والنسوان سواء الصعلوك والسلطان لو شئت عم فيضه البسيط وأدركوا أسراره المحيطة علم ذلك فلان وفلان كذا فلان ما السماع كالإيان ومرة أخرى ترون عجبه من فيض ذا الختم إمام النجبه وذاك كلا فيضة التجاني مدد مصطفى الورى الأدناني وذاك كلا منة المناني أحمده في سر والإعلان أوجدني حقا لجبر الكسر فإنني وكيل سر السر واليوم مطلبي لهم علوم ظاهرة تصحبها فهوم أعلم من يوم دراس سنة محي الضلال قائدي للجنة لم أدر موجب السياحة التي قهرني المولى لها وعلتي قد برئت قبل بلوغ الحلم قد برئت قبل بلوغ الحلم وفقت في الإرفان كل القوم لكن ما فعله الجليل هو الجميل إذ هو الجميل الحمد لله نشأت طاهرة ما قلت فخرا بل نطقت شاكرا ما قد جالست سفيها ولما أصحب سوافه لقوم علماء أسأله يديم للحظ مدى أمري فلم أتر ذوي الردى أخوف ما يخاف كل عالم أمر النساء هن هلاك العالم تمرد البعض وبعض أولا وبعضهم غليب بعض جهلا والعبد ذاب لي بشهرة خشي من مكر ربه لذاك يكتشي خدمني الأحرار والعبيد خدمني كذا الملوك الصيب خدمني الأحرار والعبيد خدمني كذا الملوك الصيد وخدم النساء والرجال وخدم الأشياق والأقيال وما أذنت للنساء في الخلوة ساعة ظهورهن وقت الجلوة سوى الحلائل أو المحارم أو ما ملكت بعد ذي من خادمي وبعض من رضاء في وقت الكبر إنديك من رضاء في وقت الصدر مذهب عائشة أم المؤمنين ومذهبي بالإذن من خص العميم وإن في قضية لم تظلي مخصوصة أن طاح خير الرسل والعبد كاللقي عين العلم وجاءه الإذن بدون وهم فجيت داب لا وجيت مام خاوية ليس بها الإمام لكن لي كان بها إمام يا رب إن مطلبي أمام وفقدي المطلب لي حمام صلاة ربي ما شدا حمام على الذي أوله الغمام ومن له تطهرت أكمام وجيت كنديا وبيت عندها نعمة ربي لا أطيق عدها وجيت راجعا إلى كناكري في نعم لست لها كناكري وعندها خليفتي أتاني نعي وفاته وقد أشجاني إنا له إنا إليه نرجع فلترضى عنه والشتيت تجمع تاويل رؤياي التي رأيت بكل فيل خالقي رضيت
لكنني عبد ضعيف أنيفة منه البهاء أسأله أن يلطف أقمت أياما بتلك الحضرة ذكرتهم وكم تسيل عبرة أسمع فرائد الفوائد من مدد الختم التجان قائد وحضروا بالشخص والجنان لمن يقودهم إلى الجنان نطقا معيدا من العدنان إذ هو نطق عالم الربان سرت إلى غبا وما أقمت إلا هنا هتا وعنها سرت وقلت يا لطيف يا لطيف قدي نشر الدين إذ أطوف وجيت فود غوريه وجيت فود غوريه في تعبي لكن بفامولي زال نصبي ذكرتهم ذكرى تزيل الرينة تجلس صدا وقد تزيل الغينة وجيت فود غوريه في تعبي لكن بفامولي زال نصبي ذكرتهم ذكرى تزيل الرينة تجلس صدا وقد تزيل الغينة رمت المسيرة ثم راموا مني بقاء ليلة ليروا عني صعبتهم لأنني لله ولدت عن تذكيرهم بلاه كأن قوم صوص قد أحبوا نبينا فحبه أحبوا قد أكثروا الصلاة والتسليم على نبي لم يزل رحيما تعظيمه للعلماء عجيب لذا تراهم أرضهم خصيب رحت بعيد ذا إلى كناكري وإنني لله جد شاكري حننت نحو خولك حننت نحو كولك إذ جلها لم يعبؤوا بالعلماء بل كلها لا سيما هذا الحكير الجاني ولو بدا خليفة التجاني سوى خصوص من خصوص فهموا أحبابنا وذا لسر فهموا أم بعض أهلها نزعت البركة فلم يروا نتيجة للحركة كي يعلموا خليفة التجاني مداد سر المصطفى الأدناني سابرت منها بعد نهو كنبية قضي سراليون لبعض الأسبية سابرت منها بعد نهو كنبية قضي سراليون لبعض الأسبية طفل به والده أوصاني وذاك أمر طالما أبناني بلمتها من بعد شك النفس أيقنت الله هو لي في نفسي أكدته أرده للمكتب يا ربي فانصرني وتولي منصبي طبعي رعاية الوصية أجل من كان ينسى مثل ذاك ما أقل طبعي رعاية الوصية أجل من كان ينسى مثل ذاك ما أقل بشرت فيها بمرائي أتت في نسك جيش هموم شتت رعى الشريف الصالح التقي جاء الإمام الخاتم الولي وقرأ شيخ بأن نورا أما البسيطة أتى منصورا ثم رأى بجنبه زلجاني صاحبه وجهرة رعاني وبعد ذا سمع صوتا قال لي بك يقوم الدين حقا يا ولي وقرأ فتى بأن المصطفى أتى سراليون ونعم المكتفى صلى عليه الله ما دعا دعاه ما لاح نجم في السماء وطالعه وكلهم حين رآني عبره رؤياه بي وذاك حقا بشره حقق لي ولهم الرجاء رب البرايا وابقى ما قد جاء ومثل ذا وقع في كناكري رأوا وسيلتي أتى في طائري أما سراليون فأرض فسقي وأرض جال ما دروا بالحق لكنني وعدتهم وقلت بعضا إلى الطريق حين جيت أسأل ربي كل وقت يخرج هذا الحقير منه فاو المخرج وهم بأكسي يقلبون اللبثي فيهم ضمانا يقبضون مكثي قدمت منهم عدد النصيحة ونيتي وخالقي صحيحة وكلما أظمت بالرحيل أتوا بقال من هنا وقيلي قلبي دواما بمدينة أرقب شعر الحبيب إذ أراه يقرب والأبد لا حول ولا قوة له فوضت أمري للولي ما عاد له أسأله بذاته والإثم وبصفات ذاته والعلم يرجئني إلى مدينة غانمة وسالما قلت الإيال سالما خرجت من هوايا مدل همة نفسي لرب الدين ذات همة نفس الملوك حالة المسكين لكنني أشكو لمن يشكيني
yuhyi bi yadina fala yuhyini wa min quyubi nafsi ti yunjini falam amil li amalin yuqsini akhta'a man fi zamani ya'sini fa'ayi bil ilma wa ahyi dini fi zamani bir rushdi wat tamkini biyumni afdalil wara yasini alayhi sallallahu kulla hayni ma'il fata muhammadul kabiru fatan aminu aqilun bashiru رأيته حقا من الأحرار تعرف حال الناس بالأسبار أما أبو بكر فنعم السيد شريب من سري وذاك أسعد وصنب قاسم عليه جذب يقلبه دورا وفيه حب كذاك محمود ويد آمود ونجلس ممن ما حصيد حسين من أوجب سيريا إلى تلك القرى خشية أن يضل له حسين من أوجب سيريا إلى تلك القرى خشية أن يضل له ما إيك ذا حفيد صاموري موري وهو صبي بالمكارم حري جنا لفوج غودية بموهيني بتنا بها عند إمام يأتني من حق دوت ولقيت صاحبي أبو جوك الفان المحب قالبي دفع لي إرسا من أهل سري ونائبي في مسجدي وأمري مبونه التبشير والتشويق في ذنه توجع حقيق أكتب واردا له هنا أتى من قال ما قيل له فما أتى إن الذين خدموني نالوا مرادهم سعادة ومال من عاش شاهد عيانا ومني مات يفوز وذاك كل ضمن والموت لا يضر من أصعدا بل هو راحة لمن أرشدا ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة التجان موهبة من حمد العدنان من شك في ذا فأرى وأسمع من حيث لا يرى الفتى ويسمع رجعت يومه إلى كناكري قصدي مدينة ذوي البصائر من كادها فليس ذا بضائر جرت ذيولها على الحواضر لأنها مظهر فيض الخاتم فيها رجال ذوقهم كالحاتم سرى لها سر مدينة النبي كغذها تنفي بلا تريب في هذه الليلة قد أتاني نجل أبي طالب ذو الإحسان أولت ذا بالعلم والسيف فذا باب المدينة فراء المأكذا أصر به رأيته وقد سررت أيضا إنه باب المدد نصر من الله وفتح يقرب فيه هو تاريخ من يراقب أخرج ذا التاريخ لي أبي وولى أمرك اسمه أبي إذ هو عالم وهو تقي بل أن شوا وكذا ولي هو وصنوي وكذاك أمر ممن بهم هذا الضمان يبقر أني أبا بكر سليل والدي يعلم ذا من لم يكن بالحاسدي حصنتهم بالحي والقيوم يحفظهم كيد يكوف هومي حصنت أحبابي كذا وأهلي ومن يحبنا وكل نسلي بالذكر والأسماء والصفات يعصمهم من سائر البنات رابئهم أطمان مات ومني به تحلك نجيد الرمني أحمد والأمين إبراهيم متعنا بعمره الرحيم أني به سليل عبد الله وابن أبي بكر به النباه يا ابن سمي والدي يا أحمد يا شيخ أحمد بهم فلتقتدوا أبناء إخوتي وأهل المدرسة من ذي المدارس أروني قبسة يا أيها البنات ظاهمن على نيل العلا أما بأبدان فلا أحبتي فلترسل الولدان أحبتي فلترسل الولدان أحبتي فلترسل الولدان كي يقرأوا واكتسب القرآن أحبتي فلترسل الولدان كي يقرأوا واكتسب القرآن بشرت أن الختم في المنام قال بأني مدرك مرامي شيخ طريقة وكان قادري أخذ عن اليوم في كناكري يدعى بدونغ سار واوى عالم قدمته حينا لسر عالم أيده الله بنصره فهو شيخ تقي صالح ويبقه رأيت شيخنا تجاني صار يقول آتني بدونغ سار وجيل من ورائنا بعددي فقلت دونغنا وآل المنصب أخبرني شيخ تقي عابد رؤيا رآها وقرم ماجد رأت تجاني يقول من يرد سري فأم هذا الإمام لا يحب
وجنب جوب بعد ذا أتاني بمركبي وسعيه أرضاني ذا ولدي إذ أمه محمود نجل علي كلهم محمود أصدق صاحب هنا رأيته ودركه مطلبه ضمنته ومضيد لدى بلا بلدى إمامه نصيحتي وجمعة أتيتهم وعطتهم مسالة منهم دموع حبذا أحوالا وانتفع الصامع قبل المسمع كحجر يشحض إن لم يقطع وبعد ذا خرجت منها آئبة إلى مدينة ولربي تائبة وجيت كندية وجيت مام بها إمام ندس ممام سرعان ما له بنا انضمام ومطلب الإكمام ومطلب الإكمال والإتمام سرعان ما له بنا انضمام ومطلب الإكمال والإتمام أقود للدين ولي زمام ما ضرنا حارثنا وهمام أقود للدين ولي زمام ما ضرنا حارث أو همام ولا حصود لا ولا نمام ثم صلاة الله والسلام على الذي فاض به الأنام فقربه حقا هو المرام وجيت أيضا دلبا وتنكا هواؤها يزري شظا ومسكا وجيت فيها أمرا ونجله منتظرين أسدا وشغله أصبحت من تنك وجيت بيتا وقلت إذ لم أقبل المبيتا سرت إلى لبي وبت فيها ربي أيوبي كلها تنفيها قد ضربت قبل الاجتماع حول الحقيب قصد الاستماع وعطتهم وعظا بليغا وأرى قبوله النصية فيما ظهر خرجت من هنا وتنب سائله من القدوس الحق جودا سائله أتيته مهنا وقلقاني منهم بشاشة وقد ما شاني لبيته الشيخ سليمان الإمام وذابي المصطفى خير الأنام منعني من المسير الصبح يقصد للإخوان أيضا نصحة شعدته فإنني لله قصدي نصيحة عباد الله وعدتهم بعد صلاة الجمعة سال سوى دمي وذنبي منعه قدرت تنبى رقمها إن لم تدر سوى بقائي عندها إلى الأبد جيت بما كتى سليمان الرضا وهو مريد صاحب لي مرتضى رام مبيتي وتعجبت وقد سلم لي في الحكم غير منتقد قلت له عوقني المؤلفة بأكسكم أنتم الرجال المعرفة فجيت أهبابي بكم جيل على وحن ويصرخون باسم من على فجيت أهبابي بكم جيل على وهن ويصرخون باسم من على لقيت فتية مع المقدم منير توبة ذي الجناب العظم محمد أيسين من براه خبيئتا وماءه كراه وغير ذاك من رجال سالمين ذروة ناج الختم نجل سالمي وقدنا ربيع خير الناس بحجة نفسي من بني إلياس محمد سليل عبد الله ولست عن تعظيمه بالله حبي له يزداد كل حين أموت بالحب ولا يحييني محمد وأحمد صبرت منها في هناء وسرور قصدت أن يشمل أقوامي حبوب جاوت كفرين وجيت غضبة دار المحبين الكرام العدبة يقودهم إلى الجنان سالم فيهم معاظما وخرق عالم رئيس قصرهم هو الإيمان لنا أتى من نحوه الإحسان وروت بعد لمدينة سالمة كذا الإياد وأتيت غانمة فصل أول من لقيت من دخارة هبي الذي قد أدرك الفخارة أمر من قد حج بيت الله في شرقه ولم يكن بالله شيعني لمركز الطيارة وبعد ذا رجاء بالسيارة وهو المقدم لدى دكاري يقودهم حبا إلى المختار وبكناكري وجدت حبي الحاجة جاي من براه هبي تقام بالإكرام والإحسان في خدمتي وسعيه أرضاني جاضاه ربنا الجزاء الأحسن فقد تمسك به وعالنا بهكذا كشيخ إبراهيم خدم للدين ولا يهيم كذاك دونغ سار من أعطاني ولده فذاك من ولداني كذا محمد كناتا ومني قد حج بيت الله في ذا الزمن وهو الذي يكون ترجمانا إذا خطبت يدري سحبانا
كذا بها الفتى وذا إدريس خدمني واو بها نفيس كذا بفامر الفتى إسحاق في الخلق والخلوق ندب الراقة وداب لا بها الإمام آكب محبنا وفيه فهم تاكب بكور الساعة أحمد نيمك والذي قدمته أخذ مثل ما كذي بكم كان الشريف واو قادري وفاق في الإحسان كل كادري بجنبه كرام الطالب الفتى العالم والنحرير أو ذابتا قدمته بنا جنة تجاني إذ هو فارس لذا الميدان ومنذ لي قف نار العاكل حلف المكارم أديب فاضل بجنبي المهدي سيس منذلي فإنه خرق وأظه المنهل بسرديون بي جك الحليم نيم الفتى والرجل العظيم كذاك حامد مجيد وكذا الفتجان كلهم شم شله محمد البخار والمبشر وضوط من لأمرنا يدبر قدمتهم فينا جنة تجاني فكلهم قرم الرفيع الشان ومنزل الفتى الأديب عامد كبيت نادي وأراه يسعد كذاك عبد القادر المترجم أني لهم فهو كلامي يفهم كذاكم عبد الرحيم من غدا منتظما في سلك نادي أحمد وعابد الرحمن والسراج عند لبيلي بهم ابتهاج بتنبا أدوى وسليمان العلم والحاج عبد الله يمان الكرم بكنجل المقدم المنير سليل جبريل وذا منير بجنبه الأعلام مثل جبل والحاج أحم سليل الجبل بجنبه الأعلام مثل جبل والحاج أحم سليل الجبل كذا بها الرئيس إبراهيم فتم عظيم عابد حليم كذا لقاني شيخ جوب العلم فتم رفيع رابه قدمه يا ربي بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان ولتهدنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عني كل من قد أحسن إلي من رب الجزاء الأحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد حذي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمم حق قدره وانقدار العظيم اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آل حق بلد الله العظيم سبحان ربك رب العالمين السلام عليكم.